أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وصل الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، وقلنا ضعف على ضعف لأن كل يوم يزداد حجم الجنين إلى أن يضيق الرحم عن الحد، وبعد ذلك تكون إيجابا بأنه أصبح خلقا آخر. ولذلك أصبحت ثم أنشأناه خلقا آخر، بقى كان الأول خلق تابع لأمه بيتغذى منه وكل حاجة، ويتنفس بتنفسه وكل حاجة منه، لكن حينما خلاص انتهت المسألة وجاء أمر الله خلقين، يبقى إيه معناها إيه؟ إنه أنشأناه خلقا آخر له مقومات حياة لوحده، مش متصل بالإيه؟ بالأم. ومن عظمة الحق سبحانه وتعالى في الرزق إن الأم حين تحمل ينقطع الدم، وحين يكون رحمها خالي ينزل الدم. العلم إيه؟ أن الدم الذي ينزل حين لا تكون حاملا ويمتنع حين تكون حاملا هو الغذاء لهذا الجديد، ومش غذاء يخرج من الأم، ده غذاء معدن مخصوص بحيث لو لم يمتلئ الرحم بالجنين مش يعود لأمه، مش بتاعه، لازم ينزل بره يمتلئ، علشان ينبه كل واحد ان رزق لا يتعداه الى غيره. الله. وبعد ذلك تشوف الحكمة في وضع الجنين، انك يبقى خلق اخر، يبقى لمن يبقى خلق اخر لازم اول حاجة من ضروريات الحياة ان يتنفس، مش ان يشرب وياكل. احنا قلنا ان الهواء عشان جافين مش هيكفي تنتهي الحكاية. ولذلك بعد الدكاترة يكشفوا على الحامل يشوفوا الولد وضعه طبيعي ولا مش طبيعي. وضعه طبيعي يعني ايه؟ هم عايزين الراس بتاعته دي تبقى اللي هي قريبة من الباب، علشان اول ما يجي الانفصال راسه ونفسه ده يطلع ياخد هواء، ان ما خدش هواء يموت. الله. شوف حكم ازاي، مسائل مسائل كبيره الدكاتره ما فتحوش لها الا ايه؟ الا اخيرا. فكل بقى من يوضع الذات كل هي ما ايه؟ تتعب وهنا على ايه؟ وهنا على. ولما تشوف حجم الرحم زي ما بنقول قبل الولاده تلاقيه قد كده، وبعدين شوفوا بيساع الايه؟ بيساع الولد، وقد يساع توأمين، وقد يساع ثلاثه، وقد يساع اربعه، مساله من الاعاجيب. بعد ذلك ان وفصاله الفصال هو الانفصال عن الاب من الرضاعه، ولذلك يسمي الولد ولد الناقه اللي استغنى عن الحليب بتاعها اسمه ايه؟ اسمه فصيل. فصيل يعني مفصول عن امه، بقى يقدر ياكل ويعيش ومش عارف ايه. وفصاله في عامين، فصاله دي برضه من ضمن متاعب الام ولا لا؟ يبقى يقول كده ايه؟ وهن على وهن، وفصاله في ايه؟ وفصاله في عامين. والعمليه الجنسيه اللي جابت السبب هم الاب والام، مش الكفيه. ولذلك حينما وصى رسول الله الولد قال بمين؟ قال امك ثم امك ثم امك وبعدين ايه؟ ثم ابيك. ده على قد الحكايه، كل واحد واخد على ايه؟ على قده. ان اشكر لي ولوالديك الي المصير. الشكر لك وللوالدين، انك لان الله هو الذي انشا اولا من عدم وأمد من عنده، والوالدين سبب في الإيجاد للإنشاء الولد الجديد، فبكها مسبب أعلى لأنه خلق من لا شيء، والوالدين الاثنين سبب من أسباب الله في الوجود. يبقى علشان تحسن شكر الله الخالق الأول احسن شكر الوالدين اللي هم السبب الثاني في الوجود. أنا اشكر لي ولايه؟ ولوالدي. دي بقى دي علشان الايجاد. لكن في آية تانية،
وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. جاب علة تانية مش بس الإيجاد، التربية. ودي ليه؟ أم أنك لأن كثير من الأولاد يولد ويربيهم غيرهم، فلازم يدعى للتربية أبوة، ولذلك اللي يربي يبقى له ايه؟ له نصيب في الشكر. ما دام جابها في العله جابها في الايه؟ اي قل رب ارحمهما كما ربياني، والعله تدور مع المعلول وجودا وعدما. فاذا ما كانش في اب وفي واحد تولى التربيه يبقى ده له حق مين؟ بل بالعكس يجب ان يكون حقه مضاعف، لان في الاب عطف البدع على البدع، وفي الثاني عطف الدين على الدين. الله. ايه مسألة تانية خالص، انما ذكر يا ابوه. وفصاله في عامين، كلمة فصاله في عامين دي بتشرحها آية أخرى في سورة البقرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والوالدات يرجعن أولادهن حولين كاملين. ده كلام طيب. وبعدين كلمة فصاله في عامين أكدتها على الأول. هنا الآية حمله، في آية تانية حمله وفصاله 30 شهرا، يبقى ضم ايه؟ ضم الحمل للرضاعة خلاص بكام؟ 30. اعمل حسبة الخصم والإضافة. طب ما دام الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وما دام وفصاله في عامين، يبقى 14 ايه؟ 24. 24 من 30 يبقى 6. يبقى كأن اقل حمل للام 6 شهور. ولذلك سيدنا علي رضي الله عنه وكرم وجهه، حينما دخل على امير المؤمنين عمر وقد احضر له فتاة ولدت 6 شهور، فقالوا ده ما عرفناها 9 بده يقيم على الحد. قال له على رسلك يا امير المؤمنين، الله يقول غير ذلك. قال وماذا يقول الله؟ قال وفصاله في عامين، والوالدات يرضعن اولادهن حولين، وقال في ايات اخرى حمله وفصاله 30 شهرا. يبقى خذ الحولين من 30 شهر، يبقى فاضل 6، يبقى اقل الحمل يبقى 6. قال بئس المقام بارض ليس فيها ابو الحسن. مش كل ولوالديك الي المصير. هنا بقى هل شكر الله اولا دربة على ان تشكر السبب اللي جابك، ولا شكر الوالدين دربة على ان تشكر الرب اللي جابهم؟ يبقى مره تبقى كده ومره تبقى كده. الي المصير، ومعنى كلمه الي المصير يعني انا وصيك بهذا. والتوصية أمر بأهم شيء يوجد، مش مجرد معلومة. التوصية طلب أن يطلب الموصي من الموصي أهم شيء، إيه؟ أهم شيء يوجد. ولذلك قلنا أن الوصية دي بآخر بهذا من مين؟ إلي المصير، إلا هيخالف وصيتي أقدر أعاقبه. فبعد ذلك أكد أمر الوالدين في قوله وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، كأن الحق سبحانه وتعالى استدرك غير مستدرك، محدش استدرك عليه. كأن واحد بقى لما يكون بيناقش كده في الحكم، والنبي ينزل الآية كده يقول طب يا رسول الله يفرض انهم عايزين اكفر وياهم ابقى كافر، ابريهم بقى يعني يجيب لي مذنب. فربنا ايه عمل ايه؟ جابها في الحكم. واحنا قلنا هنا ما قالش لا احسان ولا حسنى، وفي ايه ثانيه قال حسنى. وان جاهدك برضو على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، بس هناك قال الي مرجعكم ايه؟ جمع. ما قالش هنا وصاحبهما في الدنيا، ما قالش هناك وصاحبهما في الدنيا معروف. فكان كلمه الحسن اللي هي الوصف الجامع لكل مدلولات الحسن
يبقى موجود فيه، فكأن الحسن دي أغنت عن إحسان هنا وعن إحسان هنا. وإن جاهداك، وكلمة جاهداك احنا قلنا جاهد وجاهد، في جاهد وفي جاهد، جاهد جاهد في نفسه، انما جاهد في واحد تاني قدامه عمال بايه بيعرضه في الجهاد، يبقى اسمها مفاعله. اسمها ايه؟ مفاعله. مثلا فلان قتل فلان، خلاص انت قتله، وفلان قاتل فلان، يبقى في واحد عمال بايه بيقاتل، يبقى اسمها ايه؟ مادة المفاعلة. شارك فلان أي فلان، يبقى كل واحد منهم شارك للتاني ولا لا؟ ولذلك يقول لك إن كل واحد من متى يتحقق وجود الفاعل والمفعول في اسم في شيء واحد؟ الفاعل والمفعول، تقول لي شارك زيد أمرا، يبقى زيد فاعل ولا بتعرفه فاعل، وعمرا مفعول. طب ما هي برضه وشارك عمرا زيد، يبقى أنا برضو فاعل، يبقى كل واحد منهم فاعل، ولكن غلبنا الفاعلية في واحد والمفعولية في واحد إيه؟ في واحد آخر. جاهدة يعني مش قايل لك كلمة بس أنت تجهد وهو أنت جاهد، هو قال لك لا مش لك شعوم مال وشعر، يعني ما أخذ رد. وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم، النصيحة بتاعتي النصيحة بتاعتي لا تطعمها، ولكن صاحبهما في الدنيا ما، وإياك أن تجعل من كفرهم وإرادتهما أن تكفر أنت معهم سببا في اللدد يقطع الرحم. أنا بقول لك حاجة متعلقة بيه، يعني هم مشركين وعايزين تتلف بيه، مش مشركين وبس، فلا تطعهما أبي الحد. وصاحبهما في الدنيا إيه؟ الجماعة المستشرقين اللي قاعدين يتصيدوا بقى لنا أشياء، يقول لك القرآن في حاجات متعارضة انت بس ما بتدركوهاش لانكم تقبلون على القرآن بقداسة القرآن، ما بتقبلوش عليه بكل عقلكم عشان تنقضوا وتقولوا دي كذا ودي كذا، انما احنا بنفده نقول له ايه يا ان شاء الله كده، قول لك ايه يا اخوه، قال له انت بتقوله لا يلقى لا تجد قوما يؤمنون بالله يودون من حاد الله ولو كانوا آباءهم. يبقى إذن الود أن الشرع أمر به أن لا يكون، ما لم حد الله كفرا به. واتبعوا وصاحبهما في الدنيا معروفا، أيهما نأخذ؟ نعم المتفق بقول أي الاثنين نأخذ، بقول إن أنت جهلك باللغة هو اللي سبب لك إنك أنت تعمل التعارض ده، لكن لو فهمت اللغة بتاعتنا كنت ما تجدش فيه تعارض. ما هو الود؟ الود ميل القلوب، والمعروف ميل القالب. كافر وعايز ياكل لقمة اديته، كافر وواقع كده حشته، يبقى دي القالب، انما الود لمين؟ الود للقلوب. والمنهي عنه لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حد الله، يبقى قلبهم واقع، لا، إنما معروف ميادة، والمعروف يصنعه الإنسان في من يحب وفي من لا يحب. وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم، هو في إشراك بعلم؟ وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم، لو في يا رب إشراك بعلم أم قال لك لا ده هو الواقع اللي مفيش علم خالص. فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إليه. أنت مش هتبقى لوحدك، أنا مأمور كده، فيه ناس قبلك وأنابوا إليه، خليك وياهم. قالوا إن الآية دي نزلت بشأن سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص كان النبي يسميه خاله، هذا سعد خالي فليل امرؤ خاله، لأنه من قريب الأم. سعد بن أبي وقاص لما أسلم أمه كانت تحبه، فلما بلغه أنه أسلم كان يسمى اللي أسلم صبأ،
الأسلم يسموه إيه؟ صدق. فلما قالوا له انفتحت من جد وقالت والله ما أغرين في أراء وأقعد في الشمس وأمتنع عن الأكل وعن الشرب وعن الارتكاب وعن مش عارف إيه حتى يرجع إلى ديني. وفعلا راحت وقعدت وعملت فأخبر سعد فقال دعوها والله لو عدها الجوع لأكلت لو عدها الشراب لشربت ولو آذاها القمل لاغتسلت. وأنا لم أحيد عن الدين الذي أفضل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بأن فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. لو أن الذي يكفر بالله ويريد من المؤمن به القريب منه كابن أو غير يكفر بالله ثم يرى وصية الله به رغم كفره مش كفره ورغم إرادة أن يكون هذا الولد كافر ومع ذلك قال صاحبه في الدنيا معروفة يبقى يعرف أن رب إيه رب رحيم. ولذلك احنا قلنا سابقا قالت الأرض يا ربي ظني أن أخسف بابن آدم فقد طعم خيرك منع شكرك. وقالت السماء يا ربي ظني أن أسكت كسة على ابن آدم فقد طعم خيرك وكفر شكره فقد طعم ايه خيرك ومنع شكره. وقالت البحار يا ربي برضو زل اغراءهم وقد طعم خيرك. والجبال قالت لي اسكت عليهم قال لو خلقتموهم لرحمتموهم. سمع انت شفت واحد من البشر يجيب صنعته كده يكسرها. ولذلك يقول لك لله افرح بتوبه عباده من أحدكم وقع على بعيره وقد أضله في ثلاث. شوف البعير وهو ماشي في الصحراء وتهمله ورد وبعدين يلاقي ربنا يفرح بالعبد اللي بيرجع له زي ما العربي يفرح بالإيه البتاع يبقى نعم الرب رب. ولذلك يقصون أن سيدنا أبا الأنبياء اللي سيد إبراهيم جاء راه رجل فطرق بابه فوجد فيه لبس الزنار والحاجات اللي زي فقال له انت دينك ايه؟ فقال له ده كذا يقول مع السلامه. فأوحى الله الى ابراهيم يا ابراهيم لضيافه ليله هل يسيب دينه وانا وسعته وقد كفر بي. فسيدنا ابراهيم شمر وتم جاري روح الراجل راح كله راح بقى قال له تعالى يا اخي اعتذر لك. قال له والله انا جيت لك ونهرتني وسكتني. قال له ولكن ربي عاتبني فيك. هل ربك عاتبك فيه؟ قال له من؟ قال له نعم الرب رب يعاتب احبابه في اعدائه. فلو ان الكافر ده عرف ان هو بكافر وعايز يكفر ابنه كان يقول يا سلام ايه الرب ده؟ بقى انا كافر بيه وعمال بيرقق عليا ابني يرقى عليا والهرب ده صعب في الدنيا معروف. ولذلك الناس اللي مثلا يعشقون دينا يروحوا للدين الثاني اهله بيزعلوا لان احنا بننصحه نقول له كن في دينك الجديد ابر بهم من دينك القديم حتى يعلموا محاسن دينك. ساعة ما تكون ضعف البر وضعف المعروفين يا سلام الدين ده ما بنعرفش بكام يوم ده يبقى بالنسبة لهم ايه؟ لعل ده يجيبهم اليه. فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. شوف مش قال لك واعطهم معروف عملوا مصاحبة يعني خد بالك منهم يعني يحتاجوا حاجة ويختفي يقول لك يا آمن مش عايزين منه حاجة يبقى من يوم صاحب عشان انت تعرف كل حاجه من قبل ما يقولوا لك لان كونك تدرك قبل ان يكون دي احسان اخر ما تدركش لان يستدل ويعطفوك ويجي يطلب منك. ولذلك الرجل اللي طرق بابه طارق فراوده رجل يعرفه فاسر اليه بشيء فدخل الرجل وجاء بشيء واعطاه له ثم بكى. فلما ذهب الى امراته وجدته يبكي قالت له ما يبكيك وقد وصلت انت مديت اللي هو عايش بيبكيك ايه؟
أنا أبكي لأني تركته يسألني. كان يصح مني أتتبع أمره وأعرف في حاله قبل ما يسألني. نعم. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يعني مش هيتنسي ده كله. نعم. ومعنى ذلك إن عمله في بر أبيه المعروف ربنا قال لي برضه مش هنساها لك، هجعلها في حسناتك. ليه؟ لأنك أطعت تكليفي وأمري فيك. دايما تمام زي ما بقول لك صبر، قلت لك صاحبهم في الدنيا معروف وأديت، تبقى عملت عمل إيماني ولا ما عملتش عمل إيماني؟ تبقى عملت عمل إيماني. يا بني، برضو خطاب الترقيق والتلطيف، إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. الله يريد أن يدله على صفة من صفات الحق. الصفة أنه يعلم كل شيء، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، كل حاجة يعلمها. وإياك أن تفهم أن الأشياء التي يعلم الناس أنها أخفيت تخفى على الله، وما يخفى عليه من شيء في الأرض ولا في السماء. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ كل شيء معلوم لله. فبعضهم قال إيه يا بني إنها إن إيه؟ قال له الحال والشأن إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماء يأتي بها الله، اللي هي إيه؟ حسنة. قال لك صح. سيئة، يعني إنها أي شيء يحاسب عليه يكون في أي شيء مختفي يبقى ربنا هيعلمه. هنا برضو المستشرقين يجي يقولوا في علم الله الخفي بخفايا خلقه، الله قال كذا وقال هم أريين، قال كذا وكذا، إلا أنه يقول يعلم الجهر وإيه وما يخفى. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، يعلم الجهر من القول ويعلم إيه ما تكتمون. يقول طيب ما نكتب كل يمتل بإنه يعلم ما معقول، إنما الجهر من القول. طيب ما كل عارفه، يعلم الجهر من القول، كل إيه كل عارفه، يعلم الجهر إيه وما يخفى في آثمه الله. طب الجهر ازاي يمتل بيه مع ان الجهر مجهول ومعلوم؟ ام قال هو قال انه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتب بخطب واحد، ده بخطب جماعه، واذا خاطب جماعه فالجماعه اذا اجتمعت زي ما نشوف مظاهره وكل واحد قال كلمه يؤاخذ عليها القانون، تبع كلمة ده في كلمة ده ولا معرفتك مين اللي قال دي ولا مين اللي قال دي. لكن ربنا يروح رابط كل كلمة ويرفعها. ده احنا دلوقتي لما بنسجل وبعد ذلك يجي صوت عربية ولما تيجي صوت يدخل عني غلط، يبقى اسأل عبد النعيم بيعملوا ايه علشان يجابوا أجهزة تنقية الصوت، ياخد طبقة الصوت اللي انا ينفي كل طبقة ما عداها، ما تجيش اللي ما تدخلش البتاع. الله يعني. يبقى معناها المظاهرات اللي انتم تشوفوها مثلا بينقال فيها ايه؟ بينقال فيها كلام كتير قوي، انما هل تستطيع ان تحدد من قال هذه ومن قال هذه؟ اختلطت الاصوات. قال لا الا علي، هرجع كل صوت لطبقة صاحبه. ما اعرف. يبقى يعلم الجهر الى ان احمل الخفي ولا ما ان احمل الخفي. يا بني انه ان تكن، وكلمة مثقال حبة تؤل حبة من الخردل، كلمة بتاعة حبة الخردل ده ايه؟
متأثرش في الميزان، جعلوها وحدة قياس للكيلو، وجابوا 1000 حبة طلعت كيلو، فجعلوها ايه؟ مقياس. فاذا كان جاب اقل حاجة اللي هي حبة الخردل، ما تقولش حبة الخردل دي يعني اصغر حاجة. ولذلك برضو لما اخترعوا في المانيا اسطوانة تحطيم الجوهر الفرد بعد الحرب العالمية الاولى، المانيا وطنت نفسها على انها لا يمر عليها فترة حتى تهدد العالم اللي عمل فيها اللي ما عمل ده، وفعلا عمل اسطوانة تحطيم الجوهر الفرد. الجوهر الفرد ده معناها الجزء الذي لا يتجزأ، الذرة. فلما عمل اسطوانة تحطيم الجوهر الفرد، الذرة اتفتتت، والذرة تعتبر مقياسا دينيا في قوله ومن يعمل ايه قال ذرة، لكن ده بحاجة اقل حاجة الذرة. قال له احنا هم فتتوا الذرة يا سيدي وطلعوا لها ايه اجزاء، وما دام طلعوا لها اجزاء الجزء اصغر من كله، يبقى انت عملت مقياس الذرة دي ايه؟ قال لهم برضو انتوا قرأتم شيئا وغابت عنكم اشياء. لو قرأتم قول الله ولا اصغر من ذلك ولا اكبر، لما اتكلم عن الذرة قال ايه؟ ولا اصغر من الذرة ولا اكبر الا في كتاب. يبقى ايه القرآن فيه احتياط لكم ولا ما فيش فيه احتياط؟ يقول لا، ده مش فيه احتياط بس، ده اسمه الاحتياط المركب. لانه لو قال فيه صغير عن الذرة يبقى كويس، لكن كلمة اصغر يدل على انكم لو فتتم المفتتة الى اقل منه ففي الله رقيب في كلامه. فتكون في صخرة او في السماوات او في الارض، صخرة على حبكة الوجود لانها مدرية في الجماد. طب في السماء والارض الاتساع، دي خدت الاتساع ودي خدت الحيز الضيق المحكم، يعني الذي نفع والذي ايه؟ والذي نفع. يأتي بها الله للحساب، قال لك للحساب ليه؟ العلة ايه بقى؟ قال لك لأن الله لطيف خبير. كلمة خبير دي يعلم هي فين، معقولة؟ وقد تعلم مكان الشيء ولكنك لا تستطيع أن تصل إليه. قال له هو عنده خبرة بقى زي يتفلح، فيبقى عنده ايه؟ الاثنين، خبرة بالمكان ولطف في التغلغل الى المكان. لطف يعني ايه؟ دق التناول. افرض انك انت قاعد كده وبعد ذلك شفت حاجه دخلت في شقه صغير كده، تروح عايز تمسكه صبعك ما تدخلش، لان ما انت ادركت ان هو هنا، علمت انه هنا بخبرتك، انما ما تقدرش توصل اليه. فعلمك شيء ولطفك في الدخول اليه شيء اخر. تقوم تجيب من الاب صغيره كده وتروح تدخله وشان. يبقى كلما لطف دق دق، يبقى اللطف جايب ايه؟ الدقيق. والى لقاء اخر.